مثل ما بنعرف كلياتنا ما فينا نمر بحلب وما ندوق الكبة الحلبية. اليوم رح نتعرف على الكبب الحلبة وخليكم معنا. صباح الخير. صباح النور. يسعد. تعرف عليه؟ علي فارس. اهلا وسهلا فيك. بداية يعني الكبة الحلبية هي من أهم المكونات اللي الناس كلياتها وقت بتيجي على حلب لازم تدوق الكبة الحلبية. خلينا نتعرف اليوم على المكونات. هذا برغل أصفر وبرغل عمقي معه بصل زيادة بهار ملح نطحنه بالماكينة. هون لحم غنم جوز فستق صنوبر نطحنهم وهلا بشوف الطريقة للشغل بنشتغلوا فيها. يلا نحن معك رح نشتغل الخطوات. هلا مثل ما عم نشوف المرحلة الأولى بتحط البرغل. هلا كله هذا بينطحن. البرغل بنطحنه بالماكينة. شيف كل انواع الكبه بتنعمل بهي الطريقه بنفس البرغل. هذا البرغل بنساوي منه كبه مبرومه، كبه سوار، صاجيه، سمبوسك، وبرغل اصفر صاده بنساوي منه مشان كبه درويش، ونفس البرغل بيطلع منه كبه سياخ، كبه مشويه بشحمه. والعجينه بنفس الطريقه للكل ولا بتختلف؟ نفس الطريقه بس بانواع الهبره والحشوات كل وحده شكل طريقتها. الثانية نحط هبرة مع الحشوة مشان الحشوة تكمش هيك تفرط. نحط نحن هبرة مشان تكمش. هلا رح نبلش بالعجينة. العجينة على السوا لما الهبرة ما يخلط على السوا. هلا رح نبلش مرحلة التشكيل. احنا طبعا دهنين هون سمنه عشان ما تلزق الكبه. هاي طريقه ثانيه. هلا هاي كبه سوار نفس العجينه ونفس الشيء بس شكل ثاني. هاي كبه صاجيه. كبه صاجيه بشكل ثاني. هاي نفس العجينه بنوع منها العجينة ومعها شوية حشوة. حشوة نفسها بطلع نفس الموديل. هاي صار موديلين. ثلاثة هلا صار عنا. صار عنا. اللي أزاوي كبة السمبوسك. هاي كبة صاجية سوار مبرومة. لا طلعت الصينية من الفرن. بالبيت بقدروا يساووا لأنه فرن كهرباء أو غاز صغير بصير وجه وقفاها بالبيت، بس بالمحل هون بده شو اسمه وجه بالفرن الحجري وقفاها على غاز. هيك كبتنا صار جاهز. هيك كبة خالصة. هي كبة سوار. شكرا. سلامة. سلامة. شكرا.